حكايات كتيرة بيقولها الناس عن الشيخ حسن عيدين، منها إن الجزيرة دي أيام الحكم العثماني كان فيها ملكة اسمها أنجهاني، كانت بتشغل الناس بالإكراه في وصيتها، فلازم الشيخ حسن القيطان يسأل الفلاحين المأجورين والمأهورين ويتعبد، وده السبب في اسم حسن الغيطاني. ومن الكرامات أو الحكايات الخرافية اللي اتقالت عنه إن أنجا هانم حاولت قتله، فأمرت حراسها يربطوه بحجر ويرموه في المية، لكن مفاجئ الناس إنه واقف على الحجر فوق المية. المتفق عليه من الحكايات دي كلها إن الشيخ حسن كان بيعزف على صفارة وبيتجمع حواليه المريدين والدراويش. جدي عطال، هو جدي محمد الكبير اتجوز بنت مين؟ الشيخ حسن، وخلف منه ابويا واخوه واخته وجماله. جدك عن طريق الام؟ عن طريق ام ابويا. مين ألف قصه حسن ابو زيد؟ هو حسن ابو زيد ذات نفسه، هو نفسه اللي مألفه. هو اللي كان بيعمله بيمشي، يعني بيقول لك قلب حب جدع درويش واقف على المعديه، كان ماشي في يومه وكان واقف على المعدة والمركبة مليانة درويش، كان رايحين ليل الذكر. هو كان بيعزف صفارة وبيمسك الناية وبينزل في قلب الدورة وبقى يزمر بالصفارة بتاعته، كان الدورة بيتطوح معاه. شاف واحدة غريقة خدها وراح دفنها للواحد الدس في القصة. أنا هو ما دي اللي حاصل، يعني هو اللي حاصل هو قاله. ما الحاجات دي بتتقال، احنا ما نعرفهاش، بنعرفناها من الناس اللي بتتكلم، من الناس اللي بتتكلم وهكذا.